هذه الحلقة برعاية دجاج الروضة. مرحبا الساع مشاهدينا، حياكم الله، مبارك عليكم شهر رمضان الكريم، يعلها كل سنة وكل حول يا رب. معاكم الشيف منى المنصوري، طاهي تنفيذي في فندق فيرمونت باب البحر. حياكم الله، اليوم بنعطيكم وصفة جدا لذيذة، وهي باستا بينك صوص مع الدجاج. استخدمنا صدور دجاج الروضة، طبعا هذه الصدور خالية من الهرمونات، ربية في بيئة نظيفة، يعني الدياي اللي بتاكلونه بتاكلون دياي صحي جدا جدا، ما فيه اي شوائب او مواد ضاره، بينفعكم لكم ولعيالكم ان شاء الله. والمعكرونه نحن سلقناها قبل، تسلقونها لمدة 7 دقائق كاملة وتشلونها وتغسلونها بالماء البارد على أساس توقف استواءها. لا تخلونها بالماء الحار، لأن إذا لو خليتوها بالماء الحار بتكمل استواءها بحرارتها اللي موجودة فيها. نحن نباها تكون لذيذة ومتواسكة بطريقة حضارية جديدة وقت التقديم، فلازم تغسلونها بماء بارد. نبدأ أول شيء نحط زيت الزيتون، كمية بسيطة جدا، والزبدة اللي موجودة عندنا، مباشرة نضع الدياي. طبعا مشاهدينا الدياي مثل ما تشوفونه بيستوي ان شاء الله بسرعة، لان خالي من الهرمونات مثل ما قلت لكم، وما في ريحة صفرة او ان بتشمون في ريحة شيء، بالعكس وايد وايد نظيف، وانا انصحكم دائما تشتروا من عندهم. لاحظ الدياي مشاهدينا بدا يبيض عندنا، لما يبيض طبعا علامه انه جالس يستوي. في هذه الاثناء بتبله بالملح رشه بسيطه، تقريبا يعني 20 جرام الاوريغانو، الأوريغانو نزيد شوي من كميته بنسوي 50 جرام، الفلفل المجروش على حسب رغبتكم، الفلفل الأسود 20 جرام، نضع البصل في نفس اللحظة، تقريبا 120 جرام من البصل، والثوم 80 جرام. نترك الدياي مع المقادير هذه لمدة تقريبا 4 دقائق إلى 5 دقائق. طبعا مشاهدينا ترومون تطلبون الدياي من موقعهم الرسمي rawdafarm.ae ويوصلون لكل مناطق الدولة. بدأ الدياي مشاهدينا نضع عندنا وتماسك، ونزل الماء اللي فيه كله، وبدأت الخلطة تتمازج مع الدياي. نشم الريحة، طبعا الريحة جدا جميلة. نبدأ نضيف المكونات الثانية، صلصة الطماطم جاهزة نضيفها كاملة، كريمة الطبخ، معجون الطماطم خشوقة ونص، وهذه القشطة. نتركها لمدة تقريبا 5 دقائق تتجانس مع بعض. طبعا مشاهدينا تعرفون ان لما الدياي يكون طازج التيست او طعم الاكلة في النهاية يكون ألذ واقوى واطرى واشهى. على هالاساس نقولكم دائما استخدموا الدجاج الطازج دائما، مش اللي في الفريزر، ودياي الروضة دائما غير. لاحظوا مشاهدينا بدأت تتماسك عندنا الصلصة، في هاللحظات نضيف الباستا. ترون تختارون مشاهدينا شكل المعكرونة اللي انتو تبونه، نخلي الباستا على هالطرف، وبنزيد تقريبا مقدارين الى 3 حبات فطر على اساس تكتسب بس الحرارة، لان الفطر
سريع الذوبان بشكل سريع جدا. يعني في النهاية نظفته، في حد يفضل انه يضيفه في البداية بعد ما شيخلف، لكن لاني اريد ان حجم الفطر ما يتغير معايا فحطيته في النهاية بس. لاحظ مشاهدينا نضت عندنا الباستا، نبدأ نغرف نشوف الدياي مشاهدينا كيف طراوته وحجمه الجميل. طبعا دياي الروضة دياي محلي يعني من البلاد، نزينها مشاهدينا بالبارميزان. هذه الكمية ايضا نستخدم الشبت. هذه الطريقة، ولازم تأكد من نظافة الصحن من جميع الأطراف. هذه كانت باستتنا مشاهدينا، إن شاء الله تعجبكم، جربوا وصفاتنا وحيا الله فيكم معانا مع برق الإمارات. يعل فيه العافية.